هل يفرض المغرب التلقيح على مواطنيه مثل ما فعلت ألمانيا؟ بضغط من الموجة الرابعة لجائحة كورونا، تتجه ألمانيا إلى فرض التلقيح على أزيد من 18 مليون رافض له من مواطنيها. ويواكب ذلك السؤال حول إمكانية تبني المغرب لقرار مماثل بشأن 4.5 مليون مغربي يرفضون تلقي اللقاح في ظل انتكاسة وبائية سببها متحور أوميكرون في 17 بلدا أوروبيا. قال المستشار الألماني أولاف يوم الثلاثاء الأخير إن برلمان بلاده يتجه إلى التصويت على إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، وهو قرار يتعلق بأزيد من 18 مليون ألماني يرفضون تلقي اللقاح.